حنا حازين نطلبوا كره القدم فيها الفساد بلا قياس، ماشي غير هذا الشيء، غير المشكل ديال عثمان. عثمان هضر واحد المشكل اللي كاين واقع بالحجاج بكسائل، تيهضر على رئيس ديال واحد الفرقه حكم الطاس ديالو ضده، هذا الفرق جميع اللعابه لحد الان ما تخذ فيه حتى شي قرار. وتصور انت رئيس لا فيفا طاس حكمه ضده كتزوير، يعني السيد مزور، ما الجامعه ما خدت عليه حتى شي اجراء. تصور انت كنت طلعت الرئيس ديال الرجاء بين هذا الشيء، كنت والله ما يتسناو دقيقه واحده. لان علاش؟ هذا النهار اللي دخلوا الاحزاب الكرة القدم رياضة ودخلت فيها السياسة، مشينا فيها، رجعنا للور، وين تخبطوا في فساد اللي ما تتصورش على البال. ما تتصورش على البال، يعني ما تتصورش انت يا دابا واحد محكوم عليه بالتزوير وتمتات عليه وحكمت عليه المحكمة باش يخلص وبالتزوير، والجامعة براسها ما قالت ما تجاوب، قالت لي ما عطاني غير فوتوكوبي، عندي غير كوبي. وتصور انت جامعة كرة القدم المغربية تتحكم دوسي على كوبي، وما تقول لها في اعطينا اوراق، تقول لها عندي غير كوبي. الرئيس اللي عنده راه الحماق هذا عباد الله، راه الحماق. انا تنطلب حاجه من الرئيس ديال البدراوي، اول حاجه قبل ما تبدا البطوله، اول حاجه خصي طالب لجنه التحكيم، خاصها تحيد تلغى تبدا واحده اخرى جديده، تكون واحد اللجنه اخرى اللي تحكموا واحدين اخرين، تشدوا الرئاسه ديال واحد اخرين، ماشي هذه المجموعه اللي كاينه دابا، لان الفساد عايم فيها. قبل اي حاجه اللجنه ديال التاديب خاصها تحيد كامله المجموعه، خاصها تكون مستقله على الجامعه، لان ما يمكنش تحكم الوقت اللي بغيتي تحكم، تحكم غير الماتش ديال الوداد لحد الان لا صحافه، الله يخليهم بالخلا كاملين، لان عندنا الفساد فيها، لا صحافه لا كل شيء. المشكل اللي طرا في وجده الجمهوريه ديال الوداد الوجه، ما كاينش صحافه لا مكتوبه لا ديال اصحاب الانترنت لا اصحاب السيت، لا ما هضروش عليها بتاتا، والناس يغوتوا وما تسوقوش لهم. الراجا ما دارت بها اليدين لجلين خريبكا، وفي الاخر النهار نط الحكمه وداروا ويكلو. الوداد دارت بحشوها في الجديده، دارت بحشوها ما خلات من دارت شيها، ما تسوقوش ما تحركتش اللجنه التاديبيه، علاش؟ علاش؟ انا تنطلب حاجه بدراوي قبل اي حاجه، لجنه التحكيم، لجنه التاديبيه كاين الجامعه خاصها تحيد، تستقل على الجامعه، وسي بالقجع تنطلبوا حاجه وحده، احبس الفساد. فساد عششتيه في الجامعه وكره القدم، هذا الشيء بزاف علينا، عينا ما نصبروا، حنا كجماهير الرجاء عينا ما نصبروا لك، لا الجامعه لا كل شيء. ما بقاش نتقبلوا اي حكم من اي جهه. لان علاش؟ اول حاجه الجامعه سي القجع ما عندكش الحق باش تعطي اي قناه كما كان نوعها مستقله شركه خاصه وتعطي فلوس ديال الشعب. راه ما يمكنش هذا الشيء. راه خصك تحاسب هذا الشيء. راه ماشي قناه المرقى تاخذ 100 و140 مليون هي خاصه شركه خاصه. راه ما يمكنش. اجي اعطيني انا واقف. انا كشركه خاصه راني واقف. من كوبي انا واقف، ما كاينش اللي يعطيني. جيت تعطيني. تعطيني حنا فرق على الشعب. ماشي شركة خاصة تدخل فلوس ونجي عطينا 140 مليون 200 مليون. علاش؟ فلوس شيطة. والشعب واقف. راه هذا الفساد، هذا هو الفساد. راه ما حددنا نهضروا على الأرموم، راه كاين بزاف ديال الفساد، راه الفساد فين ما مشيتي. ولكن ما حددتش كاين، راه عمرنا نزيدوا قدام. حاجة وحدة تنطالبوا لجنة التأديب خاصها تحيد من الجامعة، ما بقاش شعب عليها. تكون لجنة خاصة. وبعيدة من الأحزاب وما يكون حتى واحد محزب. لجنة التحكيم نفس الشيء، خصها اللجنة خصها تحيد هاد اللي كانوا راسين دابا، خصهم يحيدوا بحالتهم لأن عشوا فيها وداروا فساد كما بغاو. لأن هادشي عشنا به بركة علينا، بركة بركة بركة. واش عباد الله خلوا البرلمان، خليهم البرلمان وعوموا فيها عباد الله، عوموا في البرلمان بعدوا على الكرة، بعدوا الكرة للأحزاب. بعدوا الكرة عباد الله، الأحزاب تطلبوا البرلمان شديتوه عشوا فيه فسدوا فيه كما بغيتوا، كرة عندنا كرة وحدة نلعبوا نتفرجوا نرتاحوا، بركة بركة باسطة باسطة. هادشي عينا منه، لأن الفساد كثر من نهار يدخلوا الأحزاب كرة القدم وحنا اللور اللور. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.